تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير. مساء الخير منى. مساء الخير لك أحمد، ومساء الخير لمشاهدي تلفزة الموريتانية أينما كنتم، وتحديدا لمشاهدي برنامج مساء الخير. وتتابعونا في حلقتنا لهذا المساء. الأمطار، إغلاق للطرق ومحاصرة للمنازل رغم محاولات الإنقاذ. سوق الأفرشة، بحث عن زينة المنازل ولقمة العيش. وفي فقرة عين على الصرف الصحي، إلى أين وصلت محاولات إنقاذ الموقف؟ هذا بالإضافة إلى فقرات صحافة اليوم وفقرات أخرى متنوعة. أهلاً بكم معنا. إذن أحمد، وش وصيت مع أصحاب اليوم؟ لا، وصيت مع أصحاب اليوم. شو وصيت مع الطرق الضايات وذاك الشيء؟ لا نعم، تعلمت العام تبارك الله الأيام الماضية. عندنا العام زاد الله ولا ينفع مشاهدينا. طبعا كيف تعرفوا نواكشوط دارك يعيش اجواء غريبه من قد الطرقه والامطار وذاك الشيء، والقطب والبليل تجول في بعض المنازل وفي شوارع العاصمه اللي يخرص اراء الناس، وعنده بعض فكره حول ذا الموضوع، تابعوها. هكذا تبدو العاصمة بعد أن غمرتها مياه الأمطار الأخيرة وتسببت في إغلاق بعض الشوارع الرئيسية ومحاصرة المياه للمنازل وعرقلة حركة السير، ما أثر على خدمات النقل في المدينة، حيث يقف عشرات المواطنين في طوابير على طول الطرق الرئيسية بحثا عن سيارات الأجرة. المستنقعات والبرك المائية التي انتشرت في مناطق واسعة من العاصمة تسببت في محاصرة بعض المنازل، مما استدعى التدخل لمواجهة هذا الوضع المقلق. ندعو السلطات العليا في البلد أن تتدخل بسرعة من أجل إنقاذ هذا السكان، اللي هذا نموذج منهم، وهذا البيت وضعجة عشرات بل مئات المنازل المتضررة في مقاطعة عرفات، راجين عنهم يؤخذ وضعهم بعين الاعتبار، وانهم يجبروا لفتة سريعة وكريمة. وقد تسببت هذه الأمطار في خسائر مادية لبعض المواطنين اختلفت باختلاف تموقع هذه المنازل. من البارح احنا غرفوا كتب، وحامدين لله هذا كتب وشاكرين له. الماء فترنا والماء ياسر داخل نقرب بيوتنا، ودبسنا فور خاسر، ما عندنا باش ننتكو، تركوا فور دبسنا فور داخلين في الماء، نحن ما عندنا شيء. مغامرة الدار كامله، وطالبين من السلطات، نرجو من السلطات المعنيه انها تعدل الحاله مع هذا الماء، هو مضيع الدار ما نقدر ندخله، وفراش الحمد لله كامل هو ولاقيت حد يسكن الدار ثلاث بها المياه، غامره المياه. فرق الحمايه المدنيه بدات شفط المياه من الشوارع الرئيسيه التي اغلقتها المياه بشكل كلي. بليدات المضره دخلنا فيها وقمنا مثلا بالعمل اللازم، وبعض من الطرق هون في العاصمه وبلاد اخرى من المقاطعات تم شفط المياه اللي فيها، ونحن متباركين مع هذا الاكس اللي هو هذه قالوا كرفور سفارة مالي، ومتباركين معاه الطواقم فنتكات سيرفنتكات، ووازن عليه مثلا في ظرف وجيز يغلب عليه هو، وفيهم اللي امدادات لا هي مثلا تجي الصبح ولا نهار الاخر تعود مثلا يقلب عليه كامل. فرق المكتب الوطني للصرف الصحي هي الاخرى، قامت بعمليات صرف المياه عبر صهاريج ومعدات لهذا الغرض. الحمد لله قدرنا نطرسوا الماكسيموم بوسيبل، وكاني قد يصح من كارفور، وراعينا متباركين مع نشتغلوا لي زوتر ان شاء الله ديسي دو جور، ان شاء الله الدور تعود دشره كامله اللي قد يوفاكيا من ليزو ان شاء الله يقدروا يوفاكيا. شبكة الصرف الصحي لا تزال غير قادرة على أداء دورها بشكل جيد، والسبب حسب القائمين هو أن شق شبكة صرف صحي لنواكشوط يتطلب إعادة تفكيك شوارعها التي صممت أصلا من دون تصور حقيقي لصرف المياه. وهكذا تبقى عاصمتنا الفتية المطلة على المحيط الأطلسي والمشيدة أصلا على أرض منخفضة لا تحميها تلال رملية ولا مرتفعات صخرية،
ولا حتى شبكة صرف صحي حقيقي مهددة بغمر المياه ما لم تتخذ إجراءات كفيلة بحماية المدينة من أضرار الأمطار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. منى شفتي التقرير والقطب البليل؟ فعلا تقرير أعطانا نبذة شوي مبسطة عن واقع نواكشوط اللي تعيشه حالا. طبعا أهم مقاطعات قد تعود ظروف أحسن من ظروف مقاطعات أخرى. مركز المدينة دائما يدعوه هو يدفع الثمن باللي تراب وقاسية ومعظمها سباخ. وطبعا أحمد ومزلنا لين تمولا مواصلين مع هذا الموضوع الحساس واللي يرك ساكنة نواكشوط بالتحديد لا يتعود تنتظر ياسر في أخباره. وما نم بعدين حتى وعدين أخبار الفراش دارك عندي راك قاسين الفراش ما نعرف كان في وقته والله به ياسر من ديار دارك ليه الفراش صعيب. سوق المفروشات وجهة الباحثين عن زينة المنازل ووسيلة للقمة العيش لجأ إليها الكثير من الشباب هربا من البطالة. الشيخ ولم حميد زار بعض هذه الأسواق وأعد التقرير التالي. في العديد من مراكز الأثاث المنزلي بالعاصمة أصبحت المعروضات بعيناتها المختلفة تراعي معايير الطلب والتصميم المنزلي الحديث. مخرجات الأثاث المنزلي الحديث ذي الطابع الديكوري تتنوع بتعدد الطلبات واختيار التصاميم من بيت لآخر، وعلى ذلك الأساس دخلت المنافسة مراحل الاختيار من المصدر. استورد البضاعة من المغرب الأخناب، بالنسبة للأخناب والتراكن استوردوهم من تركيا، عندنا مول بعض البضاعة نجيبها من الصين ونقضوا لها البضاعة الجيدة، يعني ندور نحسن البضاعة هون تعود الناس تجبر البضاعة تعود جيدة وممتازة وتعود من أحسن الشكل قد يعد. بيع صالوهات صغار وصالوهات كبار، جلسات وردوهات مكتات وتراكب. تقديم الأثاث المنزلي على الطريقة الحديثة والمعايير المفضلة يتطلب مستوى من الثقة في المعاملات. يجيك رقاج وما عندك أسعار يقول عنك واعر وقيس بليده وعقب يعدل تسعيره ويرجع ويقول لك أنا أعدل اسم الفراش بريده غير عنه اجبرت سعره هو منك غير عنه ما اجبر بضاعة جيدة. عنه يختار لك السبب عدل الشعود ما في غش ولا في خداع. إذا كانت الديكورات المنزلية الحديثة محط اهتمام العديد من البيوت الموريتانية، فإن البعض الآخر من منطلق ظروفه المادية يلجأ إلى التعامل مع محلات الأثاث المنزلي المستعمل لاقتناء طلباته. تحية لكم من جديد. تفضل أحمد. إنك تنسألك عن أخبار الفراش كم اللي عليها تسنت ماك طمع لينا أخبار الصحاب عندي يا الفراش مولي تم اللي الفراش لقاء ما شفتهم ذكروا فيه أخبار المفروشات محليا. نحن في طن صناعتنا المحلية ما خاسر عليها شيء زينا حتى ايه وندوك تتحدثين لقاء عنها لعد ما بيهم وما ما عاطبني الخبرة فيها عندي. على كل حال مشاهدينا الصرف الصحي إلى أين وصلت محاولات إنقاذ الموقف بعد الفاصل. حوالينا ولا علينا عبارة يكررها كثير من ساكنة العاصمة حين تلوح في الأفق أي سحب، فتأثير الأمطار وما تجلبه من مشاكل جعلها بشارة أو كابوس غلق للأسواق والشوارع وغمر للمساكن وانتشار للمستنقعات بدل أن تكون بشارة خير ونعمة. هذا الخوف يتكرر مع مطلع كل خريف، فغياب أي شبكة للصرف الصحي جعل العاصمة تقف عاجزة أمام هذه الأمطار منتظرة شمس صيف حارق علها تخرجها من هذه الأزمة. نداءات متكررة بوجوب البدء في شبكة أو بناء شبكة صرف صحي ومحاولات من المكتب المكلف لإنقاذ الموقف. ضيفنا في هذه الفقرة هو السيد حمزة والعلي مدير المكتب الوطني للصرف الصحي، ولكن قبل ذلك نستمع إلى آراء الشارع. الصرف يعاونون 80 جلمة ما يسكن قدامنا ما قال شيء يتصل لنا، وهذا هو اللي ظاهر حين الدولة تعاون هي وتساعد. لاحظ فيه الضرر منه انه مخنز في مباليت وفي فوصات وفي هذا كامل. يلا الدولة تعدل بحالي تقلب عنه. هاي التاكسي تاكسي انا وقف. انت سمين انا نوقف ما ينقدر يمشي فور سهل.
وهذا ما يمشي شهر ما تنقد جبل شيء هاي الإلمة ياكم اللي سانين ما نام ناس يمشي وكل لمبام فيه وبسام وأكل كل أكلنا ساندوس يلا هاي الإلمة بعدين جبر سنة شباب حد قلوها هون وكل بلد ناس وكل حد وقف يجروا نادل فيها سابقا قاع الدولة جينا هل كاتين قدو خد كل حد مرقو جين دي في عيدو نقلها هون ما يلا نخليها للدولة طرف والله احنا الماء ما يعطي ما ظهر كرم تويتر بان احنا مضرين منه يا الدولة تعدل شين قالوا صرف صحي سمعت والبلد هم اللي يقوموا مع الماء راهو خطير البلد ما يشاو البلد لاني موت الشعر يوقفوا في لباتي صرف صحي ما يشاو احنا شاكين البلدين احنا خاصهم كل الشعر مضرين واذا الماء بدل ما يجي يقولوا ما يقولوا شنو ناتي يقبلوا منه الضريبه سمعت واذا ما شعرنا منه نتيجه سمعت وعملنا راي خاسر مشاكلنا في الكسار انه الموار قاعد يوسر الوتات ما تلاقوا قد يجوا نحن ما تينا نقد نطلعوا صاحبنا طلعوا هون الكسار ما نجبروا قال الوتات اللي يجيبوا لنا هون بلاد عملنا والله لو ضاري منه حتى ولا يعطوا يجابوا له الاتهم داير فيه عالم مضاري منه مضاري منه حتى لانه عطل جميع اعمال هون عطلها ما في ذلك كان السياحات كاملين ما ثلاث وتا قاعده تقطعها الموجيله انا بوتيقي من يامس يوم الجمعه ما فتحت ويوم السبت مع الصباح فتحت لحقته ملام الماء ولحقت ممتلكاتي كامله خسرت الفنتا لبومبي انت الفنتا لبومبي قلت لهم انهم يجوا ينطروا عني الماء المهم اللي هذا بوتيك تقريبا نحرق يجوا يطفوه معناه انه اللي مثل من الماء يلا يجوا ينطروا منه الماء وانا من يامس الساعه السابعه ننطر الى عاد ديزر ننطر الماء ولين ما جاء. اذا السيد حمزه والعمر مدير المكتب الوطني للصرف الصحي اهلا بك معنا في مساء الخير. السيد حمزه نختار نسولك في البدايه من الطريقه اللي جيت بها ضربت التلفزه شنفتها. لا كيت اي طريقه يحرك بها اي حد اليوم في نواكشوط. هذيك قال لها عندي ركب وتي عندي انا الله يقوم متواطي مع الطريق طريق لا يوصل جيت. حور الدون دوك البحور اللي لا يتوخض عليهم الوتن درا شو سيتو معاهم. ايوا دوك لا حد يرعى منهم حد شي ما يراعي في ذاك اللي تحت ولا مات ويقبال يدخلوا. وهذا يجيبنا الحديث على الوضعيه اليوم في مدينه نواكشوط والتساقطات المطريه. اللي نعم علينا بهم مولانا الحمد لله هذا العام. هذا موضوع وحديث قديم وشديد مدينة نواكشوط. فعلا. منذ عشرات السنوات هي مدينة نواكشوط دائما معتادة على فترة من الزمن في السنة تعود هي مدينة مكوبة بعض الشيء. بسبب الأمطار. وسبب البرك اللي ناتجة عن هذه الأمطار، وكان معروف نواكشوط عن أهله شهر قشت وشهر سبتمبر الى اكتوبر كان دائما تعود معالجه الدوله انذاك لانها تاخر افتتاح السنه الدراسيه. واليوم تغيرت الوضعيه الحمد لله، اليوم عند الوسائل تدخلوا بها من اجل انقاذ ساكنه مدينه نواكشوط وكل تساقطات المطريه، والله اللي مولانا العام كان هو خير دليل على ذلك، لان احنا لحد الساعه كميات الامطار تساقطت مدينه نواكشوط عاد تتراوح ما بين 100 الى 145 150 ملم. مجملها على مستوى المقاطعات تختلف 100 اللي هي كأدنى حد على مستوى المقاطعات و145 150 الى اقصى حد يعني في بعض المقاطعات تفاوت التساقطات المطريه بين مكان لمكان وكان كل مره عند منين بدات التساقطات المطريه المعتبره الاولى كانت في 24 ساعه كانت من بين يوم 19 اغشت و20 اغشت وعند انتهاء مباشرة تساقط المطرية أطلقت الدولة برنامج مشروع مخطط التدخل السريع للإنقاذ وهو مخطط معروف بالبلان أورسيك عند الموريتاني قال وهو تشرف عليه لجنة وزارية مترأسة معالي الوزير الأول عضوية بعض الوزارات المعنية بالمجال سواء كانت المياه والصرف الصحي الداخلية الصحة إلى غيره وعندها لجنة فنية يترأسها والي ولاية نواكشوط ومستشار في الوزارة الأولى وبعضوية المكتب المدير العام مكتب الوطني للصرف الصحي والمدير العام للحماية المدنية وبعض الهيئات المعنية حسب الحاجة حسب تقييمنا للوضعية نهايات تتدخل كانت تتدخل لا تتدخل كقبيل شركات الأشغال العمومية كشركة الوطني للصيانة الطرق وأتتين هذا البرنامج بدأ من طرق كنت ما قلت لكم يوم 20 قشت بيت وأنت قام بعمل جبار هو أن تساقطات المطر جات من بعد
كان دائما تجبر الشوارع الرئيسيه فات انفتحت والطرق فات انفتحت وكلها تجبرنا بقدره مولانا. كنا بدانا هامنا نواجه نحلوا المشكله على مستوى الاحياء، وحتى اجلي عن نهايه يوم 29 28 قشت لحقنا ديك الساعه وصلنا الحي سوكوجي من معروف وبدانا ندخلوا فيه. على كل حال جهود مازالت متواصله والعمل الدؤوب مازال متواصل، وفيه رجال ونساء مشكورين على الجهود الجبار اللي قاموا بها باوقات الاوقات كامله سواء كان ليل والنهار، وهي رجالات اللي تشتغل لمستوى مؤسسات الدوله اللي اليوم تتدخل في هذا البرنامج. طيب المدير لين مخرج لنا اعتقد تشتم الصور طبعا اللي تعلقنا عليهم، شنو رايك في الصور مثلا اللي ترايسس؟ يلا هذه شارع المقطار والجده هذا قصر المؤتمرات، هذه صور مباشره بالمناسبه. طيب شنو تعليقكم على هذا انتم؟ تعليق عليه شكرا. بالنسبه لهذه الصور اللي كنتوا قبضتوا نفس اللي يمكن اليوم او النهار مع الصباح دا تراون صفحه والله بعتها ما طالع من الشوارع هذا الكاميرا لا ما تكلمك عن الشوارع يعني هاي نفس الشوارع الملتقيات والطرق الى اخره الشارع المقطار دا وجمال عبد الناصر وغير الملتقيات والطرق كنتوا قبضتوا صورهم بالامس وراء تساقطات المطايا تجبرهم في الحاله اللي هم فيها اليوم. هل كنتوا قبضتوا صورهم تجبرهم فرق؟ يا قار نحن نختار بعد كاع نعرفوا هذا الى اين وصلت الدراسه بخصوص انشاء شبكه صرف صحي. بالفعل سؤال وارد به لي كل ما تحدث عنه حلول مؤقته. سؤال منى بقى يلوذ الجواب. ذاك الموضوع الثاني والله قال نختاركم كنتوا تعطوني وقت شوي نكمل لكم. والله تفضل احنا شاكين قاعدين. بما يخص هاي الحلول المؤقته كنت ما تخرج فيها هاي النقله النوعيه اللي هي صفحه الدوله عندها مؤسسات عندهم المعدات اللازمه اللي تقوم بالعمل في الوقت المناسب يعني. نختار نشيدهم بذلك ان العام في قضيه برنامج تدخل السريع عاونت المؤسسه العسكريه ببعض الصهاريج اللي اليوم تشتغل تابعه للجنه الفنيه اللي تدير البرنامج. صهاريج المؤسسه العسكريه تعمل بجنب الى جنب الى صهاريج المكتب الوطني للصرف الصحي والاداره العامه للحمايه المدنيه تحت اشراف اللجنه الفنيه الان في تذكر متراسها الوالي والمستشار الوزير الاول. وهي طبعا كلها حلول انيه، يا اربع حلول، مواطن اليوم اذا عاد في مازق هو حالا في هذه الصوره اللي كنتوا تحدثوني عنها، الطرق بعض الشيء مسدوده، بعض المساكن للاسف قمرتها المياه، بعض موجود بعض الاسر اللي اليوم ما مستطاعه نفسها تتحرك بحريتها في الحي اللي هي فيه الى اخره. هون نختار نشير الضوء على وشفت لقطه شوي في ريبورتاج اللي تقدمته فيه شفت بعض عمد المقاطعات يتكلم كنت نختار وسابق التينعت لنا الصور اللي نعرفهم كانوا يعودوا دراو بدلهم في القضيه. احنا نختار نشيدهم بذلك ان هاي اللي قالوا اللي سابق بما انك مركز على الحلول بما انكم مركزين على الحلول الانيه اللي ظرك نبغي نعرف ذو الحلول الانيه اللي هما ذو ستارنات اللي يرشفوا الموضوع ركزوا على مقاطعه تفرق زينب بالاخص نعرف المقاطعات الاخرين لا اشاطر الكرة هي اللي انا شخصيا ساكنه في عربات لا 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 بعض قايدان عندها منطقه منكوبه لا اشاطر ماني موافقك في ذيك القضيه ونعطيك المعلومات الدقيقه والله تفرق زينه ما قام فيها اي تدخل بصفه خاصه مقاطعه تفرق زينه عن مقاطعات دخل المكشوف رأسين في احياء مكوبه لليوم والله الى عاد تتسنى فيها ما يتفرق زينه بصفه عامه العاصمه احنا نتكلم عن احياء شعب احنا نتكلم عن وين احنا نقول عن عندنا اولويه هي فتح الممرات وانسيابيه المرور على الشوارع الرئيسيه شوارع رئيسيه نتكلم عن الشوارع تعود في اماكن ترتادها المواطن العادي سواء كانت الاسواق او الادارات الى اخره والمستشفيات وهذه كلها تقعد ساسها والله المؤسسات الكبرى منها بعض متواجده في الحيز الجغرافي مقاطعه تفرق زين ما هو حي تفرق زين مقاطعه تفرق زين هذا السبب تكون هي النقطه الاولويه عندها اللي هو المقصود منها هو فتح وضمان السيابية المر وهذا دائما تارقلوا اللي ارقنا فيه دائما وباتوا نتباركوا معاه كخطوه اولى مثلا شارع جمال عبد الناصر وانا اعرف انه على حاشيه اللي جابوا السوق العاصمه الكبير اللي تشتغل فيه قدر من الحمد لله ساكنه نواكشوط اللي تسقط اللي ساكنه في مناطق متطرفه من 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 المدينه ونقصتهم دخلوا اياك سائقي اجره ما ينتهزوا الفرصه مضاعفه التسعيره وبرقم يضاعفوا التسعيره بالرقم انه دخلوا اياك نضمن سيابيه مرورهم يقبلوا يضاعفوا التسعيره هذا ما يخص نحن نقول لك ان فتنه دخلنا وراء من الساعه بدا برنامج استرجاع التدخل دخلنا مقاطعه الميناء
الفرق كاملة. هون نتكلم عن الفرق بصفة عامة اللي تدار من طرف اللجنة الفنية اللي مشرفة على برنامج التدخل السريع. دخلنا في السبخة، دخلنا في الميناء، ودخلوا في عرفات، ودخلوا في الكسار وفي تفرق زين. عرفات فيه وفيه، عرفات فيه مناطق في موجود فيها التربة الحمد لله، وبالتالي عندها قدرة على امتصاص تساقطات المطر. حق قد تعود نتيجة كثافة التساقطات المطرية يخرج بعض الترسبات المائية غير ذا مؤقت، بعد ساعتين لا تمتص التربة. بينما الحال معكوس بالنسبة للسبخة والميناء وتفرع زين والكسار. يعود لابد من تعود قام عملية شطف مياه. وحتى أن بعض الأحيان كانكم دارينهم في البرنامج، احنا دارين في البرنامج جميع أحيان نواكشوط. طيب هو أني نقول لك أن اللجنة الفنية ديرها والي ولاية نواكشوط، ما قلت لك حاكم قطعة تفرع زين الوالي معنا أنه ما يقدر يعود عنده فيها مقاطعة نواكشوط كاملة. قال احنا كما أسلفنا هذا كثير تبقى حلول مؤقتة، كل سنة تعد اللجنة الفنية وتعد اللجنة الفنية وتشفط المياه قرسان موالية نرجع نفس الحجة كنا فيها. أين وصلت دراسة بناء أو تشييد شبكة صرف الصحي في العاصمة الموريتانية؟ شكرا. شفت الحلول المؤقتة كنت ما قلتها خلق فيها طفرة نوعية، وهي اللي قلتها كنا الحمد لله عندنا المعدات اللي نعد قوم بالعمل بدل ما كان يتم استئجارها وبالتالي التلاعب فيها اسم الأمور فيها. ما يخص الشبكة ومشروع ضخم ولا يمكن أن يرى النور في عشية وضحاها، ولا يمكن حل مشكلة تراكمت من لدن عشرات السنين حكما من نشأة مدينة نواكشوط. وأول خطوات انقبلت فيها هي هو تشكيل وزارة مكلفة بالصرف الصحي، وفي أقل من عام تم إنشاء المكتب الوطني للصرف كمؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي لحل المشكلة. منذ إنشاء المكتب الوطني للصرف الصحي أبدأ في دراسات مخططات الرئيسية لحل مشكلة الصرف الصحي، ليس واحد على مستوى مدينة نواكشوط بل على مستوى عدة مدن داخلية هي الأخرى عندها نفس مشكلة تهديد الفيضانات إلى آخر التساقطات المطرية. يا غير مدينة نواكشوط لعدة أسباب مولي لعلي قال أنها نفسها كيف تفرق زي مقارنة مع نواكشوط، عدة أسباب نختار نصردها هي كيف المواطنين. نحن لا محاولين ننقل آراء الشارع. لا شكرا شكرا، احنا يجب أن نعود ونوضح الأمور ياك المواطن يفهم على المستوى الفهم. مدينة نواكشوط تم اختيارها تعود هي الأولى نحل فيها مشكلة الصرف الصحي، لأنها أولا عاصمة البلاد واجهتها، ثانية هي أكبر مدينة في الوطن من حيث الكثافة السكانية، رابعا أنها عدد سكانها يزيد على ثلث سكان الوطن. معنى أن حل مشكلة الصرف الصحي لهذه المدينة وفر صرف صحي آمن وصحي لأكثر من ثلث سكان موريتانيا. ثالث رابعا والله خامسا هو وضعية التربة في مدينة نواكشوط، اللي هو التوبوغرافيا لمدينة نواكشوط نفسها. فيما يخص المشروع الدراسة المخطط الرئيسي قلت لكم تم تنفيذ. اليوم في الوقت الحالي أنا أحدثكم أن معنا عدة خبراء فيهم أجانب وفيهم وطنيين عاكفين ضاك على اللمسات الأخيرة في الدراسة التنفيذية للمشروع. هذا نقوله معنا عن مشروع عاد قاب قوسين وأدنى من الانطلاقة الفعلية لإشغال المشروع. هو مشروع ضخم، تكلفته ضخمة وإنجازه ضخم، وفيه ياس من التقنيات الحديثة في ميدان الصرف الصحي. لأنه لو سمح ماني قادر نكثر حتى في أخباره، غير بالك تكون يقعد فيه شبكتين مختلفات، واحدة لصرف مياه الأمطار واحدة لصرف مياه المجاري. وعموم المقاطعات ولا هم مقاطعات عند لا في المرحلة الأولى يعد له مستوى أربع مقاطعات الأكثر تضرر، هي قال هي المقاطعات اللي قلت حتى محتاجة لسبب صرف صحي لأنها مستوى توبوغرافيا التربة فيها منخفضة مع مستوى البحر، وبالتالي حالة كارثية هي مقاطعة الميناء والسبخة والكسار وتفرق زين. هو أربع مقاطعات إن شاء الله تعالى تنطلق فيهم المرحلة الأولى من المشروع. طيب هنالك بعض البلديات أعلنت نفسها أو المقاطعة التابعة لها مقاطعة منكوبة، ما ندري شنو التنسيق بين هذه البلديات وبين المكتب الوطني للصرف الصحي، مع العلم ان المكتب لا يتحمل لوحده نقطه شرطوا لها كاع قبيل عاد مسؤوليه ما تعود على المكتب الوطني. لا شوف نقول لك لا، الدوله قامت تحملت مسؤوليتها وما زالت تحملها ولا يفطم متنازله عنهم ما مزقنا عليها. اليوم المكتب الوطني للصرف الصحي ما هو وحده اللي في العمليه، اصبح فيه برنامج تدخل خاص للانقاذ سر الانقاذ، وهو برنامج كنت ما تشرف عليه لجنة وزارة مترأسة معالي الوزير الأول، وفي لجنة فنية مترأسة والي ولاية نواكشوط ومستشار الوزير الأول يلتقون بالعمل الفني. من بين الفرق فيها ومن بين الأعضاء فيها هو المكتب الوطني للصرف الصحي ومعداته فنية إلى آخره. معناها عن الدولة قامت بمسؤوليتها، وهذا جلي، لأنه لولا أن هذا المشروع والله هذا التدخل لم ينطرق في الوقت المناسب
لكانت الوضعيه اليوم مزريه صحقه. فيما يخص البلديات كنت نختارها سابقا عنه عن مناطقهم مقاطعتهم احياء منكوبه، يضرب دلهم على الاقل يشوف المواطنين يعرفوا حال مواطنهم. هذا كامل اللي شفت هاي الصور هذا مع كل احترام. ما في تنسيق بينكم؟ ما في اي تنسيق، احنا قا ماريناهم، احنا ما ريناهم، الحكام ما راهم. واليوم العمليه اللي تديرها الاداره الاقليميه، لان العمد تشردوا منها الا عمده واحد هو اللي فعلا قام باتصال اللجنه، هو هي عمده بلديه تبرغسين، هو العمده الوحيد حسب علمي اللي اتصل بينا. العمد الاخرين ما ريناهم ولا اجبرناهم، وعاد المحكام هم اللي استقلوا الشكوى المواطنين، وهم هم اللي حدوا من خلال الشكوى النقاط ما نعتبرها نقاط سوداء في الاحياء، وبالتالي تم التعاون مع المياه الموجوده. العمد ما ريناهم، بالرغم منهم عمد وعندهم مداخيلهم الخاصه احنا ما ريناهم. تالي ما طالع المجموعة الحضرية ساهمت في العملية بسيء شاحنتين صهريجين يشتغلوا جنب إلى جنب للمعدات المكتب الوطني للصرف الصحي والإدارة العامة للحماية المدنية والمعدات اللي مشات لنا المؤسسة العسكرية. طيب اليوم في العمل. طيب بالنظر إلى نواشط بالتالي كنت نختار العمد سابق يعلنوا مناطقهم منكوبة، كانوا قبل عدوا وجاءوا المواطنين. فهم دور ثالث مجموعة أخرى كانت تقوم بدورها، ونحن أملنا فيها كبير أن تتحمل مسؤوليات الوقت المناسب. هو اللي قالوا المجتمع المدني. التحسيس المواطنين بكيفية التعامل مع هذه الوضعية. طيب في مواطنين. لا تخلق بينكم. تقصد المجتمع المدني. المجتمع المدني كقوى حية جميعها فيها اللي مختص في المجال. من ترى كان فاتخ. وبالتالي عنده وعي وعنده عنده 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 مستوى المعرفي اللي قد يأطر المواطنين لخطوط خطورة هاي البراك. أنتم الصور اللي عطوا في بعض المواطنين ولا ما نتكلم عنه الأطفال وحدهم ناس الحمد لله كبار تشوف واحد ماشي متواطف ذي المواطن هاي بالمال برا الطريق المكحل. لا لا كان ياتو فيه في في كان قد يجبر الطريق. قال نحن احنا لا خارجنا قدمنا قداش. اي واحد يقول لا انا بدل من نمشي هوك 20 متر وجولي ننشق من هو لا ما واحد ما خارج حد لا يقعد قدام الطين وعنده بديل وخارج الطريق سلكا يخلق يخلق معني تجارب برتاجك طيب درت تخلص المهمه. انا شخصيا وقعت اضطرت انه خلاص يعني تعود ما فيه ممر ذاك معقول. قال تعود فيه ممر ما حد يستخدم. طيب انتم تشتغلوا مجالات وحتى في نقطه اسمح لي نقول حتى في بعض الاحياء وفي بعض المقاطعات واحنا ذو حالات وقفنا عليهم تعاملنا معهم وناس شافوا البراك المياه لان المواطن اليوم اسمح لي اقول انه اصبح عنده امل في حل المشكله. بما ان تواجدت البراك قدام منازل عادوا يستاجروا هذه المضخات اللي موتو بومب وينطروا بهم الصهاريج المجاري اللي عندهم والله خزانات المجاري اللي عندهم وينفخوهم في الشارع. ما نقول انا مين ترى المال اللي نقدر دار يكبوه في الشارع. لا 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 احنا ذاك يسوى علينا ذاك يسوى علينا. قال احنا لو وقفنا عليه وهذا مضبوط عند الحكام المقاطعات اليوم الاول الشهرون في احياء وفيها اشخاص قابلت ياك تفرق خزانات مياه المجاري في الشارع على امل ان الدوله تتدخل وتشفط. هذا قد يعود قاعد فعلا تصرف خطير. هذا قدنا تفضل هذا قدنا السؤال من درك كان هم تنسيق بين المكتب الوطني للصرف الصحي ووزاره الصحه. شوف انا قلت لك اليوم اللي قام بالعمل ما هو المكتب الوطني للصرف الصحي واحد، اهم برنامج اطلقته الحكومه تشرف عليه الحكومه الدوله كامل جميع اجهزتها اليوم مستنفره للعمل حسب الحاجه في هذا العمل. فعلا قضيه صرف صحي غير جميع المعدات فيها. وزاره الصحه من بين الوزارات اللي عضو ممثله في اللجنه قلت لك اللجنه طبعا فهم تنسيق وفهم تنسيق بين وزاره التجهيز والنقل ما يخص المكتب الوطني رصد الارصاد الجويه يخبرنا اول باول بالامطار الجايه وبالتالي نقضوا احتياطاتنا. فهم تنسيق تام جميع هيئات الدوله اللي تقول تعود منوطه والله معنيه من قريه ومن بعد بهذا الملف فهم تنسيق تام بي. اللي مشكرين عليه واللي قايب عنه هو المجموعات المحليه هو المنتخبين. هذا المنتخبين نحن ما ريناهم ولا عدروا باي اتصال وقدوا تنزلوا شهر مواطن وتسولوا. انا شفت في ريبورتاجكم بعض المواطنين يسولوا لكم عن عمدهم. اذا كيف حد يدكلار يعلن عن منطقه منكوبه هو مواطنه ما راهم؟ صوره قلت حد بقى قدام دار الله انتين ما نعرفه منين يقول انا قال الحقيقه الواقع طيب واضح. قلت حد انا كمواطن مثلا في عرفات ولا في سنكيم ولا سيسيم منين بيتي ولا داري تتلم الماء منين نشكي والله نطلب النجدة نطلبها من الحاكم نطلبها من العمد نطلبها من اي جهه. اليوم في الوقت الحالي عندنا احنا اللي نجري به العمليه ولان العمد كنت قلت لك قايبين عندنا انا تتصل بالحاكم. لا لا انا اتكلم عن الوقت الحالي. في الوقت الحالي اللجنه الفنيه لبرنامج تدخل خاص ترتكن على مقترحات ومطالب اللي قدموها الحكام لان العمد ما ريناهم. مواطن عنده اي مشكله يتوجه الحاكم المقاطعه عنده
ويخبروا ودار تنقبض ينقبضوا شنو الاجراءات اللي تقبل الجهات ما في اجراءات الحاكم دار يزور المنطقه ويقيم الوضعيه وفي نفس الوقت دار يوصل المعلومه ودار يكون تم تعامل كامل عليه يرجع عن مساله الصرف الصحي اللي له تسمحوا لنا سيد حمزه يقار المواطنين عاد مشكله لهم عائق كبير ومعنا عندنا قدر من التعليقات على صفحه الفيسبوك اللي منتقدين القطاع تماما ما والله قاعد معتبرين عنه مو موجود وبيهم لا طبعا نعطيك منهم شيء من الامثله ولا تحاول عنك توسع صدرك شوي معانا ما هو مشكله فيه سامي علوي لو كان لي من الامر شيئا طبعا انتقلوا لحد اخر مصطفى دداه كتب وهل في نواكشوط صرف صحي ليكون له مدير استقالته طبعا افضل وسيله هل توجد في القرن الواحد والعشرين عاصمه بلا صرف صحي شكرا للقائمين على البرنامج شكراً. قدر من التعليق الاخ مصطفى نقولوا على الاستقاله كانت حق عضو كان انت تعود استقاله لا 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 ما في مشكله الاخ مصطفى تعود استقاله هي الحل مستعدين شي كامل قد يحل المشكله احنا مستعدين احنا ندور حلول اخرى تعود استقاله عن قطاع الصرف الصحي والحل نقول عبد الله مستعدين براس صدر رحم قال الهروب ما هو الحل الحل هو مواجهه القضيه وحل المشكله قال من درى اخ مصطفى كانوا يعرفوا تعريف كلمه الصرف الصحي هذا هو ياكو جاوب هذا هو خلينا نوصلوا ياكو ياكو جاوب عقب مشاركه فيسبوك الصرف الصحي هو عمل وقائي دونك تنتج الصرف الصحي هو عمل وقائي بمعنى انه يجب القيام به قبل لتفادي مساله معينه وهذا ما كتخلق لان الدول المتان تشئت وخلقوا البنى التحتيه جميعها من طرق ومؤسسه تعليم الى اخره والله بعد كان شي بشي مقاي عمرهم ما قطوا تكلموا عن الصرف الصحي حتى مدينه نواكشوط مخططات العمران اليوم هي اكبر اشكاليه اليوم جابرين الخبراء اللي عندنا واللي معانا واحدين في حل مشكله الصرف الصحي اكبر مشكله هو المخطط العمراني المدينه لا مخطط عمراني ما قد توخر منه قنوات صرف صحي ولا قنوات مياه ولا حتى شبكات كهرباء الى اخره اكبر معناه انه يا تعرف معنا الصرف الصحي طيب هذا الموضوع لين نواصلوا عندنا مشاركات اخرين عندنا ساره واهو كتبت السلام عليكم انا حقا استغرب فنواكشوط عاصمه صغيره لدوله كبيره وغنيه بالنفط والاسماك والمعادن الى ومع ليس فيها صرف صحي بينما انا الان متواجد في او متواجده في ساحل العاج وفي مدينه صغيره والمطر يهطل ليلا نهارا وبدون توقف وعندما تخرج أتحداك أن تجد مستنقع لأن فيها صرف صحي مع أنه يصب في نهر ونواكشوط على حاشية البحر. شكرا، شوف نحن قبل على حاشية البحر وشواطئنا الحمد لله من أطول شواطئ وأكبر شواطئ في المنطقة 700 كيلومتر مساحة. معناها ما هي المشكلة؟ غير مدرة كان الحل عن مدة عن تذاني أكبر مخزون والله احتياط عالمي من حيث الأسماك. كان أجل حل مشكلة الصرف الصحي. نضروا هذه الثروة اللي عندنا. يا قال ما هو مبرر مملين يا غير فهم حلو اخر نعطيه لنا هي اهم حلو احنا نعطيه المهم يخلي صرف صحي يا غير نحن كانت تقول لي نحن بلد ثلثين مساحته الترابيه هي صحاري وبالتالي ما تعود مطروح عنه مشكله صرف صحي يا غير نجاوب انا هي شباب اخر انا متوافق معها ولهذا السبب احنا نتبارك مع حل المشكله يا غير منين كان الصرف الصحي منذ 50 سنه منذ استقلال البلد ما كانت مطروحه المشكله سبعة الثمانينات والتسعينات والألفية بدايتها أنا قلت لكم كان افتتاح لا 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 يقار يقار مهم نقعد مع تلعيد التلفات نتكلم عن ياك نقوموا ذا الخالق نحن كنت قلت بعض مداخلة ماضية على مستوى التلفزة الوطنية قلت إن إحنا قدرنا نوقفه العام من 2012 الدولة وقفت تدهور وضعية الصرف الصحي واليوم بدأت في تحسينها هذا مهم لأنها حتى الصرف الصحي ما كان حتى راح يشكي أنا قلت كان من الحلول عندهم شوف 96 مدينه نواكشوط هاطرت الكميات من الامطار تقدر ب 60 ملم بالضبط هذا كان مؤرشيف وتقد تروب وقرق منطقه منه في الميناء انقالها لقريه ولين جات بدوكسا قالت ما عندهم الحلول المواطن يرحلوا وهذا تشم من الحي قال له من لا حد يوفت المسؤول راحوا بقات 50 اسره ابات ترحل الوضعيه مسات بحاله اليوم بالنسبه لك 50 اسره دائما تدخلوا لها يبقوا يتعاملوا لانهم ما خلوا المنطقه دونك نحن الصاب بدل من عدو الحل هو ترحيل المناطقين من العاصمه وهذا طالب تقدم فيه بعض السياسه وبعض العمد يقولوا حولوا تغيير موقع عندنا عن دوله مضت 50 سنه تستثمر في المنطقه تحوز بكل بساطه على سبب مشكله بسيطه كذا بسيطه هيك بمعنى ان اليوم العلم تقدم بدرجه عن كل شيء جبر الحلول هولندا لبيبا مسميه لبيبا لانها البلاد المنخفضه هي اخفض نقطه
على وجه الارض في السطح في نقر سطح البحر. ومع ذلك ما عندهم مشكله، لماذا؟ عندهم كان الحال بالنسبه لهم يرحلوا عن دولتهم. يا طيب ربما تكون مقارنه ما يوارد لين يرجعوا ل لا 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 اسمح لي مقارنة يقول لك عن معنى انسان ما تعود مستسلم هكذا يقول الحل اللي انا ارحل فعلا ارحل اني نجبر حلول الوطئ نجبر حلول الجهات فيها وهذا هو المتبارك معنا لان نقبل مشاركات من فيسبوك ونقرا مشاركه لانتين عند المشاركه مريم عيون بوه مساء الخير لفريق البرنامج مواضيعكم جد مميزه وتقديمكم رائع من المؤسف ان تكون الامطار نقمه بعد ان كانت نعمه على المواطن اذ انه لا يوجد صرف صحي لتلك الامطار التي تخلف برك مائيه ومستنقعات تنتج عنها امراض خطيره. شكرا لك مريم. طبعا هم في مقاطعات مدري كان واش في مقاطعات تحت مستوى سطح البحر. نعم شوف مقاطعات وش هي الوسائل انخفاضها بالمقارنة على سطح البحر لا متوسط ما هو انخفاض عميق حتى يا غير نتيجه شفت دبرت سمح لي شوي نعلق على ذلك الثخ شفت احنا من الاشكاليه عند الكبيره واللي نطلب التحسيس فيها هو ربط الصرف الصحي بتساقطات الامطار. مياه الامطار ما هي الا جانب بسيط والله اختصاص بسيط من اقتطاع من القطاع اللي قالوا الصرف الصحي. الصرف الصحي حقيقي هو صرف مياه المجاري. مستوى مدينه مشطول فيها بعض النقاط المخاطره انخفاضها عادي ما هو كبار من قدو. في بلدان اكثر انخفاض مع بعض مع سطح البحر من بينها الدوله اللي ذكرت لك حالها. فنحن مشكلتنا هو في مواكشوط هي مشكله تراكم. هراكم ماشي نشتي نواكشوط هذا اليوم جميع المقاطعات ما ناخذ الموضوع نقطه اخرى لذكر المقاطعات اللي تحت مستوى سطح البحر في دراسه انتشرت الايام الماضيين عن النواكشوط مهدد بالغرق ظرف 7 سنوات شنو مدى صحتها من الدراسه شفتها من وسائل الاعلام لا علم لي بها راهي هناك خالعتنا نحن شفتها في وسائل الاعلام شفتها في بعض احد القنوات الخاصه واستغربت منها انا لا علم لي بها قضية المناطق اللي في مواكشوط منخفضة انخفاضها ما هو انخفاض قايد يذكر بالكاد معدوم لأنها هي نفسها منخفضة مقارنة مع باقي مقاطعات مواكشوط. اسمع مشكلة عندنا أن هو المدن الشاطئية تكون موجودة تحتها امتداد البحر وهي مياه هي بحيرات جوفية. فعل التعامل معاملة المواطن نفسه مع وضعية الصرف الصحي وإهمالها من لدى الأنظمة وعدم وجود شبكات للصرف الصحي. عاد هذه خزانات ما الله خزانات مياه المجاري اللي تستعملها الناس فيها كامل قال لك بيبردي وهي على الشكل عندنا احنا محليا الحسيان هو غار يعدل ويخلي مفتوح في الارض. قضيه المياه اللي تدخل منين تقيس؟ تمتصها التربه وبالتالي توفر تقضيه مباشره للبحيره. جميع مدينه نواكشوط 99% من مساكن مدينة نواكشوط عندها هذا النوع من المخزنات المجاري. وبالتالي تم تقضية البحيرة الجوية بشكل مفرط. تزيد عليه التساقطات المطرية. شفت نواكشوط اليوم فيه نقاط فيها مياه طافحة على السطح، هي مياه البحيرة طافحة على السطح. وكل حد يعرفها فيها نقطة في اف نور كلها وفيها شيف صكوك إلى آخره. قال هاي النقاط فر لا هذا مو شيء هذا سحاب هذا طيب اثنين نهارين لا يتبخر. انا اقول لك انا شيء دايم عاد. شيء يؤخذ من عاد دايم ما هو متعلق فيها من بينها فراش الديك دايم هذا له 3 سنوات واربعه وخمسه. هاي النقاط كلها نتينا استفسروا عن اخبارها انها كلها بلد نتيجه انشئها عدلها الانسان بيته. اف نور مثلا المن فيها الحر فيه حيوط ذيك النقطه هي اللي كانت تستجلب منها التربه لبناء قصر العدالة في السبعينات. كل نقطة تجبرها كانت نقطة لجذب التربة للبنيان، وبالتالي تم حفر عميق، وبالتالي مع تقضية البحيرة وارتفاع منسوبها طفح الماء فيها على السطح. يا غارمين عدلوا الشبكة، وهذا من بين الأمور اللي تحفز حتى على أن الشبكة تصرف صحيح تعدل في أقرب وقت، وهذا هو الحلول العلمية، ولا هي هذه تساقطات مطارية والله شاك حد أن يعدل الشبكة، أن اللي يعود ما يحصل، ما قلت لكم. أنا احنا اللي عدلوا الشبكة اللي أولا توفر شرف والله صرف مياه المجاري وبالتالي وقف تقضيه البحيره الجوفيه صرف الشور صرف الى محطه التكرير طبعا صرف صحي ما يقدر يخرج ما عنده محطه للتكرير وبالتالي ايش هو صرف صحي حتى انه اصبح اليوم ثروه في العالم ندره المياه في العالم تصبح الناس عندها مجاري صرف من اجل المياه اللي استخدمت تعيد تكريرها وبالتالي تعيد استخدامها في الزراعه والى اخره استصلاح الاراضي الى اخره.
بالتالي لهي تم شرف هاي المياه شرف محطه التكري وتم معالجته وبالتالي استغلالها من جديد في بعض الامور الاخرى كالزراعه الى اخره. بالنسبه لمياه الامطار نفس الشيء اللي تعود فيه فتحات على مستوى الشوارع الرئيسيه والطرق والاماكن اللي مضاصيه اياك بها اللي ما التربه ما مباشره معها، بالتالي ما هم قدره على امتصاص المياه. يتم صرف هذه المياه مع هذه الفتحات وبالتالي توجيهها الى محطه اخرى هي محطه اخرى لتكرير مياه الامطار، لانه فهم فرق ما بين مياه الامطار ومياه المجاري. مياه المجاري تتطلب تكرير على ثلاث الى اربع مراحل، مياه الامطار تتم معالجتها المره واحده وهذا يكفي لانها مياه ما هي ملطخه حتى بياسر بعض الشيء نقيه بعض الشيء لا سلكت من معاملات نحن مكان الوتات ما انكر الوتات تطم انه صب فيها السباقه مثلا الى اخره هذا ضايات بعض الامور يصب قاع فيها يصب فيها الامور اللي تضر البيئه. طيب عاده هذا الصرف الصحي والله هذا الامطار يتلاقوا درهات تنقفل الطريق، لماذا ما تعدلوا مثلا نوع من التحسيس والله نشرات في بعض من وسائل الاعلام تحذر مثلا على المنطقه كذا مغلقه وبالتالي على سالك الطريق كذا ان يتحول الى طريق كذا لتسهيل حركه المرور على الاقل. شوف هذه فكره جيده، يعني قالنا احنا الطرق عندنا عيال تسد مساعد بعد الحمد لله خلقوا هذه المؤسسات تذكر بها البرنامج تدخل معدات للدوله عندها معدات. انا ما يمتى كان في طريق تسد اكثر من اربع سواعي لسته مساعد تبارك الله. لا مو كافي. اربع سواعي هذا هو اقصى هذا ما تقدر توخذ في بيان، تقدر توخذ في بيان حاله وبعد ساعه. عود رقاش ما علم انك وخذ بيان هو اللي يفتح الشارع. لا عاد يعني طالع الثامن يمشي 7 ونص ولا 8 و 7:55. عدلونا انتم نشرات اخباريه السابعه وتوخذوا. انا نقصت. عدلونا نشرات اخباريه السابعه انتم اربع سواعي طيب انا نقصت. لا 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 شوف نحن اللي نقدموا على طريق مسدود. يتم ابلاغ فيه في حاله انسداد هذا الطريق ليطلع فتره تزيد ال 24 ساعه. اقل من ذلك اي معطى اعطيته فيه يعود بعد ساعه ونتين تضريري. ويجب التعامل بحذر مع هذا النوع من المعلومات. انت ما تقدر تقول وخذ لك بيانات عن طريق الرابط بين توجيني وتنسويلي مثلا مسدود. وانا اعرف عن فيه بركه مائيه لا تمتصها التربه لان الحمد لله تربه صحراويه وتقدر تمتصها في وقت وجيز. مع والله تقدر تجيها شاحنه من شاحنات الدوله اللي تشتغل فيها المؤسسات وتشاط المياه تبقى انت دائما تقبل طريق الزعتر ولا جولي على واحده من الجهات. بالتالي انا ضللتك انت. هذا ما يجوز. انا نقدر نخبرك من طريق مخمور ولا مسدود في حالته عاد انسداد ولا يزيد 24 ساعه. طيب هذا الحاله خلقت لنا مثلا في الشارع القصر ما عند المدرسه رقم 2 الى طب الحاج المعروف. طيب الوقت ما تصلح احنا من كم شاحن تستعمله في هذه الحمله؟ حاليا عندنا المكتب الوطني للصرف الصحي عنده خمس شاحنات ذات قدره استيعاب 25 طن، معناها كلها بقدره ثلاث شاحنات من هاو الشاحنات لهم في الدشطه كل واحده منهم. الاداره العامه للحمايه المدنيه على ما اعتقد عندها نفس الشيء، اعتقد عندها خمسه نفس النوعيه مودي. المؤسسه العسكريه دعمتنا بثمان شاحنات قدرتهم اضعف شوي من قدرتها والشاحنات الكبار اربع قائمات بالدور قائمات بالدور. ثانيا في حالتنا احتجنا في شاحنات عند بعض مؤسسات الدوله الاخرى. طيب وهذا من منى نختم معاك فعلا نبقى نعرف انت ليش شاهدوا مشروع. عندنا اليوم ثلاث نقاط لتفريغ هذه الشاحنات على مستوى ولايه نواكشوط. عندك ناحيه ترشيد فاكانس دور البحر وعندك للشاهد تير سيب بل الرمايه التقليديه في الصكوك وعندنا طريق ورف من قد كارفور باما كولين قالوا في بيكا. هاو ثلاث نقاط لان نحن نشتغلوا في هذا المثلث اللي فيه المقاطعات الاربعه واللي فعلا فيها وضعيه شويه. جيد سيد حمزه غنبغي نعرفوا انت لين جبروا صرف صحي حقيقي ملموس ووافي وجاهز ما هو الحالات كم سنه تقريبا؟ قلت لك انت لين شهدوا قلت لك عندنا نحن اليوم في الوضع في اللمسات الاخيره على الدراسه التنفيذيه للمشروع. وذاك اللي يخلق معناها عن انطلاق رفعيه المشروع ان شاء الله نتحراه في اشهر قليله. اشهر قليله انطلاقه المشروع. انطلاقه المشروع ويستمر كم سنه؟ ياك يوفا تنفيذه وعلى كل حال مراحل بما هو يضم شبكتين. وذاك يرعى طريق التنفيذ على كل حال في المجمل واعر عليه يزيد على سنتين. سيد حمزه
سنتين يوفى في المقاطعة المذكورة ولا في نواشد كامل؟ نحن نتكلم عن المقاطعة كسر وتفرغ زينة وميناء والسبخة. نعم نتكلم عن المرحلة الأولى. المرحلة الأولى اللي هي كسر وتفرغ زينة والسبخة. السبخة الميناء. الميناء. أربع مقاطعة. السيد حمزة ولا علي ولا عمر عفوا المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي. كنت معنا في برنامج مساء الخير شكرا جزيلا شكرا لك ونعتذر ان كنا قد اثقلنا عليك شوي ما شكرا اما الان مشاهدينا نصل الى صور من نواكشوط اليوم والمكان طبعا كالعاده تعرفونه جيدا نواكشوط الان نواكشوط الان وسنعلن المكان لا قبل ذلك منى نواكشوط الان هي صور مباشره ستبث مباشره من نواكشوط الآن نتابعها ثم نعود لمواصلة بقية فقرات البرنامج. وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحه إلا نزلت على أبي الطيفان يا أبا محمد وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحه إلا نزلت على أبي الطيفان يا أبا محمد أنت وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحه إلا نزلت على أبي الطيفان وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان
سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحي إلا نزلت على أبي الطيفان يا أبا محمد وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخذى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحي إلا نزلت على أبي الطيفان يا أبا محمد وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحي إلا نزلت على أبي الطيفان يا أبا محمد أنت وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحي إلا نزلت على أبي الطيفان وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن
انزل عليه عم فما نزلت بسوحي الا نزلت على ابي الطيبان يا ابا محمد وفي المراعاة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخفى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه عن فما نزلت بسوحي إلا نزلت على أبي الطيفان تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا بكم معنا مجددا في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير. إذن مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تلك كانت صور من نواكشوط اليوم ونواكشوط الآن في نفس الوقت كانت صور هون قريبة وصور من نواكشوط صباحية وحالا قد سابق من دراك كان ذاكت يا ماشي كان سدو ولا خليل ذاك سدو تما تفاصل بين صوت سلطة وخليفة تعبيا مشكلة عمالقة من عمالقة الفن عندنا هون أحمد وتعود ما تفاصل بين الصوت أول ما يفاصل بين الصوت هو سدوم ذاك سدوم وجيمي يرحمه تاكد شاك عنه الخليفة تسميني يقول لي عنه سدوم وانا كما قلتها ما يكتبه بايتو حلقة تسميه بايتو حلقة على سمة يكتبه هو سدوم الفنان الكبير سدوم والليدة ومعاه ديمي يرحمها طبعا العملاقة يرحمها طبعا ثنائي كان حقق يعني يعتبر محطة يعني فارقة في تاريخ الموسيقى الموريتانية من ترى لأني عدت تمسولني عن ذاك من ترى كانوا يغنوا فيه ذلك شنو كانوا يغنوا تلفزه مو ذاك هو العين أليس ليت سهر بشهر الموجز ما جاوبتني أكو وقت لنقيس يقرع قف قابلني عنه مزار شوي ولينا عن فيه كان من السؤال ونقرأ شوي من تعاليق على الفيسبوك أحمد المقام زاد المقام اللي سوتك عنه ذلك ليه سامحك تبقى ما نك عارفه المقام اللي انقيس لك شنو اللي انقيس ومقام الموجز اعتقد بالفرنسية مع موسى نجاي والله مع شيخنا ونرجعوا لكم وراه مشاهدينا أهلا بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثاني من برنامج مساء الخير وشكرا للزميل شيخنا والله زاد ميرسي شيخنا ونبدأ الجزء بفقرة صحة وتغذية وموضوعنا هو الأمراض المزمنة العلاج والوقاية إذن نرحب بضيفنا دكتور عبد الودود والمحمد في البداية ما هي الأمراض المزمنة وما هي طرق الوقاية منها؟ شكرا بالنسبة للأمراض المزمنة أولا فيه أمراض مزمنة نحسبها أولا هم داء السكري مرض مزمن داء ارتفاع الضغط مرض مزمن داء القصور الكلوي مرض مزمن يعني الأمراض المزمنة مجموعة من الأمراض ولكن الأكثر شيوع هي السكري سيرتو في بلادنا وارتفاع الضغط بالنسبة للسكري
عنده تعريف هو مثلا نشير التعريف للسكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن 1.26 مرتين متتالية معناها قياس سكر مرتين متتالية بيناتهم اسبوعين الله ذاك الله اشحر هذا تعريف والله هذا طبعا قياس انسان صائم مثلا من ابتداء من 12 الى يعطي قيس ولا مع الصباح نافاس وهكشي على الاخوان اذا كان الامراض قد ينعاش بها والله يترقى يعيش بها فعلا قد ينعاش بها هي امراض مزمنه لكنها عندها علاجات وعندها متابعه مع الطبيب بالنسبه لداء السكري مثلا عنده علاج يعني حميه يعني مجموعه حميه غذائيه يعطيها الطبيب هو العلاج الاولي قد يستمر الطبيب سنوات يستغني عن الاقراص ثم يلجا الى الاقراص عند مرحله معينه وعند مرحله معينه قد يلجا الى ما يسمى بالحقن لكن الاهم هو الالتزام بالحميه التي يعطيها الطبيب اولا ثم المواظبه على يعني متابعه الادويه بصفه مستمره ومضبوطه. اذا مرض السكر هو اكثر الامراض المزمنه شيوعا عندنا هون في موريتانيا هو والضغط. فعلا هم الاكثر شيوعا. اكثر شيوعا. طيب انا عندي سيناريو واحد يعمل دقه وواحد يعمل حب السكر هذا. ومع هذا كامل هم واحد ما يعمل شيء وكلهم فيه السكر من درجه شنو هي تقييمها والدرجات من درجه كان السكر درجات والله. فعلا الدرجات هو اللي قلت لك انه يبدا هذا مثلا اكتشف فيه داء السكري مبكرا. مبكر ما هو كي رجع اكتشف فيه متاخر حسب وفهم شكل من وراثي دكتور اعتقد فعلا هما الشكلين داء سكري شكلين وكلهم عنده علاقه بالوراثه لكن الشكل الثاني اكثر هو ارتباط بالوراثه من الشكل الاول. الشكل الاول يصيب الصغار يعني من الصغار اساسا الشكل والشكل الثاني يصيب الكبار و خاص بالكبار الشكل الثاني يعني والله اللي هم عادة ما يصيب الكبار اللي هو شكيف اي كلهم يتميز عن الاخر بس الشكل الاول هو ديابيت تيب ا يعني تعريفه هو انه الانسولين الماده اللي يعني تتعاون على امتصاص السكر في الدم تعود غايبه نهائيا الخلايا اللي تفرزها تعود معطله نهائيا والشكل الثاني تعود معطله جزئيا تعود تفرز ويقل ما هي بنسبه كافيه بدأ يمشي عونها. سلام بدأ يمشي عونها كيف القراص والله الحمية الغذائية والله. ومن درا كان رجعت عنده قصور جزئي مثلا في تحويل الانسولين. من درا كان ولا قبل الادوية كان ودي يرجع طبيعي مع مرور الزمن. والله يعيش. لا ما فيه سكري ما يقدر يرجع طبيعي غير يقد بالحمية اللي متابعة بصفة مضبوطة. متابعة الطبيب بصفة ملتزمة. يقد يعني ايفيتي يعني يتجنب الآثار الجانبية يعني مضاعفات كي تأثيره على الكلى يعني لي زورغ عن نوبل كيف القلب تأثيره على العيون تأثيره على العوام الكلى تأثيره على يعني قد إيفيتي كل مشاكل إذا دكتور من درا حد أسرته كيف والديه فيهم السكر هما الاثنين من درا شنو هي الطريقة اللي قد يحمي بها راسه كان أساسا تناول السكر ذا اللي نقولوا السكر ذا الطبيعي والله كانوا يلتو يتفادى المعجنات بصفة عامة تعود عنده حمية خاصة بالخضروات وذاك النوع شنو هي وسيلة الوقاية يعني خصوصا تعود هو ما دام الشخص عنده والديه مصابين بالسكر والله ما في حمية الله يتبعها غير فيه مراقبته يتم يراقب راسه لعله يظهر فيه مجرد يظهر لا يتمكن الناس وكيل هذا كامل على الحقيقة عنيان أسرتي فيها والدتي فيها السكر والدي مولي فيها والسكر من نفسه غالي علي هم يختارون ينحر ما معنى أني ما فرض علي من حرة من تناول السكر تمام فعلا ما يلا تحرميها غير مالي خالق شنقام إكزاجيرات يعني إكزاجيري رقاد تناول السكر يلا يبالغ قال يلا يعود كي الناس كامله قال مجرد يعني يتم متابع راسه مثلا شك انا ولا ذاك عدل الجليسامين اياك يعرف لعله يظهر فيه وهو مجرد يظهر فيه لا يبدا
طبعا عندنا امراض اخرى مزمنه كما مثلا كيف قلت لك ارتفاع الضغط الكلوي ارتفاع الضغط ارتفاع الضغط اساسا لا يسبب ارتفاع الضغط من شنو اسبابه وشنو طرق الوقايه منه؟ ارتفاع الضغط عنده اسباب يقير خارج شنو قال لاشتي اسونسيال يعني ارتفاع الضغط اللي جيبته هو وراثي يجيبته في الرقاش معرض لشي الناس شي الناس معرضوش الناس ما معرض اللي عنده مسببات عنده مسببات معروفه كي مثلا نقدر نقولوا رقاج عنده انتمار والله فيو كروموسيتوم نقولوا بالنسبه لي جان تبسط العباره ياك مشاهده يعني ورم يعود في الغده غده في الدماغ قد تسبب ارتفاع الضغط هذه بنسبه يعني 10% اللي الامور اللي تسبب السكر يقال النسبه الاكبر النصيب الاكبر هو لاشتي اسونسيال يعني الاساسي بسبب يعني جاي ما عنده سبب هاك هو اللي اكثر شيوع ما عنده اي سبب ما هو ما عنده سبب عنده توفى عامل وراثي فعلا وارتفاع الضغط هو اللي مرض وراثي فعلا عنده علاقه بي. انا قاعد نسمع شو الناس يقولوا عن تنصيب عن الضغط في كل رقاش عما خارج حد سالك من يغار عن اللالوك حتى كارشي مدلح والله شي مدسم والله شي ذاكي الضغط ما هو في كل رقاش اروى خارجين اروى شي مو الضغط فيه شي وراثي بعض فيه شي فيه اللي ايسانسيال يعني ما عنده مسبب معناها عنه عنده علاقة عنده علاقة بالوراثة وهو الاكثر شيوع فعلا تعريفه شنو هو ارتفاع نسبة الضغط يعني عندنا رقمين الاول يعود زايد على 14 والثاني يعود زايد على 8 راس 9 هذا هو تعريفه يقير طبعا لا بدرجاج يعود مرتين والله ثلاثة تالبين بينهم شهر والله ذا ياك يتأكد تجي متابعة ياك يتأكد انه فيه الضغط اولا مجرد يتأكد انه فيه الضغط يا الله يتابع عن طبيب يعطيه الدواء يعود فيه التزامات حمية غذائية يعني يتحاشى الاملاح يعني ما يقاطعهم نهائيا يقدر يتحاشاهم في الليل يعني يعود فيه الضغط في النهار يعمل في الموفال في الليل يقال نختار المشاهدين في الضغط يستفادوا حتى من الدكتور في الليل يلطو يحرم الملح نهائيا في الليل احسن يفيتي الملح يقال في النهار يقد يقبضوا بصفه اقل من الناس الاخرى يقال ما يفصل معاه والله يتم يسرق شوي الجسم عنده حاجه للاملاح في حاجه للاملاح الجسم ما يلا يقاطعوا حد نهائيا. طيب وبالنسبه لانخفاض الضغط مرض كيف والله انخفاض الضغط روايه اخرى ما عندها علاقه بارتفاع الضغط. روايه اخرى قد تخلق لرقاش عندها هما المسببات يعني جفاف قد يخلق لرقاش ينزل ضغطه تعب قد ينزل ضغطه يعني ما عنده علاقه لاك مرض واحد حد دائما في طالع له تنصيب كانوا قد يتعرض مادي لانخفاض. فعلا قد يتعرض شتي ومضاعفات ذاك السكر شفت حد زايد سكره وفيتامين خفض هما اللي قالوا عنده مضاعفات هذيك اللي كان قال لهم لي كومبليكاسيون ايكي يعني التعقيدات اللي تجي ذاك الوقت يخاف منها اللي هي انخفاض نسبه السكر كي مثلا لقاش عمل الانسولين عمل الانسولين مثلا ولا كان والله عمل الانسولين مش معدل سبور يقد ينخفض نسبه السكر بالتالي اي رقاج فيه السكر حس به ما هو طبيعي حس بتعب والله حس بعرق والله حس به ما هو متمونك يلا يقبل السكريات يقبل شي سكريات حدا يعود دائما حدا شي سكريات يقبل ذاك الوقت هي كان يرتفع نسبه زعما من يرتفع يقبل الدواء الطبي ومن ينخفض يقبل السكر الدواء الطبي قاعد متابعه يقبل دائما يقال عن الرقاج مثلا فيه السكر ما هو كي رقاج اخر اللي نحس به ما هو طبيعي لكن قد يعود انخفاض السكر لانه قد يعود معمل الانسولين ما كان والله يعمل الحب ما كان والله مش تعب ولا شيء ترى هذا السكر اللي النباتي اللي يعملوا له الجبت الناس اللي عندهم مرض السكري مش من الناس يقول عنه ما عنده دور على مرض السكري يعني لا اصلا مريوق به الحميه وذاك شفت شي من الناس اللي ما فيهم سكر ويستعملوا ذاك ما ذاك سكري قال ما هو ما هو ما هو على شكل طاقه كي نقولوا احنا لا كيف رقاج مثلا يقبل جي دورانج على شكل بو يعني طعمته هو في طعمه السكري قال ما هو سكر هو ما هو سكر ما هو سكر في طعم السكر يقال ما سكر نديروا فتاي مثلا اذا هو نلاحظوا على انه حلو بالتالي طيب الوقت قصير ولا عنده اي تاثير على المرض الثاني اللي هو الفشل الكلوي
مدرسه اللي واشنا سبا ومن كان وراثه بالمرض الفشل الكلوي ما هو ما يعني الفشل الكلوي من الامراض اللي عندها مسببات. الفشل الكلوي مزمن عنده من اسبابها قد سببها السكر وقد سببها تنسيون وقد سببها امراض متعلقه بالكلى نفسها خالقين من امراض تصيب الكليه وتصيب المسالك البوليه قد سبب الفشل الكلوي غير اساسا اللي سبب اكثر مسبباته يعني الامراض المزمنه اللي نتكلم عنها اللي هو داء السكري اللي يعطي رجاج مثلا مرحله معينه فيه السكر معه فاطن له قد ياثر على اللي زورغان نوبل كي قلنا يعني القلب والكلى والعينين بالتالي والتنسيون اللي يعطي حد شيء طالع تنسيون معه فاطن له وتاثر على كلاه ودك تاثر على الدماغ ودك تاثر على عيني. انا قلت تقولوا عن الامراض الزهنيه انها مترابطه واحد تسبب الاخر والله واحد يأذي طبعا طبعا ترى دور القوطره في الامراض دورها في علاج الامراض ذاك هو ذاك هو داخل في الحميه الغذائيه، الحميه الغذائيه والرياضه هما الامور اللي كاع لابد من لابد منها حتى اساسيه يسوى رجاج يعمل الدواء لابد منها يبدا بها اولا لانها هي اهم شيء. مثلا الرقاج فيه داء السكر وفيه تنسيون يا الله يتم يقاطرها 40 دقيقه اقل شيء كي مثلا يعدلها نهار ويقلع نهار يقدر يعدلها نهار ويقلع نهار وثانيا الحميه الغذائيه اساسيه الحميه الغذائيه من دركانو يركز على اللحوم يركز على النباتات اللحوم البيضاء شنو طبيعه الاغذيه اللي يتناول بالنسبه بالنسبه لاهل السكر يا الله السكر الابيض كامل يعس منه الامور كامله اللي فيها السكر يعس منها الفواكه مثلا يعطي عسل الفواكه قد ياكلهم كي مثلا الرقاج فيه داء السكري قد ياكل فهم يقدر ياكلوا كي مثلا الرقاج ماشي عدل الرياضه قد يقبل فهم ياكلها يحد منهم. اذا الدكتور عبد الودود والمحمد نشكرك كنت ضيفا معنا في برنامج مساء الخير شكرا جزيلا لك. ميرسي شكرا. إذا نواصل فقرات برنامج مساء الخير نذكركم أن أو نحطكم علما أن المنتخب الوطني للمرابطون الذي خاض مباراة ودية مع المنتخب الكندي في مدينة فرنسا الإسبانية قد تعادل من دون أهداف ونهنئ المنتخب الوطني على الأداء الذي استطاع أن يجاري به منتخب ربما يكون تصنيفه متقدما بالمقارنة مع تصنيف المنتخب الوطني فعلا ألف مبروك المنتخب المرابطون على التعادل مع المنتخب الكندي فعلا نتيجة مشرفة مع أنها مباراة ودية غير فعلا نتيجة الحمد لله مباراة تمكن الناخب الوطني من الاطلاع فعلا نلمسوا من خلالها طبعا نلمسوا من خلالها تطور الحمد لله ملحوظ اللي ان شاء الله يتم لا ماشي باطل طبعا المدرب الوطني استعان بمحترفين فعلا واحد في الدوري الفرنسي وواحد في الدوري الاسباني تبان خبر من انا واحد نير سبورت كان عندنا الدراع يعني هكذا ذاك ما شاء الله ما ادري انت كنت تمارسيها في العمل في العمل وانت تمارسها في الواقع في الحياه اليوميه. اذا مشاهدينا دارك عندنا لين ننتقلوا للنشره الثقافيه خبرنا الأول في هذه الفقرة النشرة الثقافية يقول حذرت منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة اليونسكو من أن التراث الثقافي الثري في سوريا يتعرض للتدمير جراء الصراع الدائر هناك والذي دخل عامه الثالث ودمرت الاشتباكات مواقع ومباني تاريخية في أرجاء البلاد من الجامع الأموي في حلب إلى قلعة الحصن التي تعود إلى الحروب الصليبية في القرن 13. إذن للأسف تعرض الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد لأزمة قلبية تسببت في رقاده الطويل بأحد مستشفيات عمان. وعبد الرزاق لمن لا يعرف هو واحد من أهم الشعراء العرب إذا اعتبره الجواهر خليفته وله أكثر من 40 ديوان شعر نرجو له السلامة. استأنف مهرجان صيف صنعاء أنشطته السنوية على إيقاع الرقصات الشعبية اليمنية بعد توقف دام 3 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة. المهرجان الذي نظم بهدف تنشيط السياحة الداخلية
وتعريف اليمنيين بالموروث الشعبي في مختلف المحافظات، يحمل هذه المرة دلالة سياسية تعكس رغبة السلطات في تأكيد وإبراز الاستقرار النسبي للأوضاع العامة في اليمن. انطلقت في يوم الجمعة الماضي الدورة الثانية لملتقى روح موكادور المنظم من طرف المركز المغربي للفنون والثقافة العريقة بصويرة بشراكة مع المجلس البلدي للمدينة وبدعم من وزارة الثقافة. انطلاقة الملتقى كان بتوقيع ثلاثة كتب لمؤلفين من المدينة بدار الصويري، وهي المبادرة التي قال نائب رئيس المركز المغربي للفنون والثقافة العريقة إدريس الطويل إنها تعد لبنة جديدة غايتها دعم التجارب الأدبية المتميزة التي تحفل بها مدينة الصويرة. ونختتم فقرة النشرة الثقافية مع الصويرة، وبعد الفاصل نجول صحافة اليوم. أهلا بكم من جديد، ونواصل بقية فقرات البرنامج أو برنامج مساء الخير بهذا الخبر. هنا كثير من الناس إذا لا يأتيه النوم إلا في أماكن مريحة وخالية تماما من الأصوات، لكن مغامرا هولنديا خالف الجميع. المغامر يسعى إلى أن يتخذ من خط السكة الحديدية سريرا للنوم. الشرطة الهولندية أعلنت مطاردتها شابا قرر أن ينام على خط السكة الحديدية في الوقت الذي يمر فيه أحد القطارات فائقة السرعة. المغامر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له وهو ينام أمام أحد القطارات فائقة السرعة ويقف سليما معافى دون أن يصاب بأي أذى. وأظهر الفيديو الشاب المغامر وهو يتحدث للكاميرا مرتديا قناعا أمام خط السكة الحديدية، ثم يجلس أمام القطار ويمر من فوقه ويقف بعدها بفرحة واضحة ويؤدي رقصة النصر أمام الكاميرا سعيدا بنجاح مغامرته التي كادت أن تؤدي بحياته. ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي ينفذ فيها أحد الشباب تلك المغامرة، حيث سبقه أحد الشباب في أمريكا بالنوم أمام قطار شحن متحرك ونجا منه بعجوبة أيضا. هنا بدنا نتعامل مع الرجال. خبرنا الموالي في هذه النشرة: رغم المكر والاحتيال يبقى اللصوص أغبياء. في إحدى الدول العربية لص يترك مليوني ريال ويسرق 25,000. الحادثة أثارت استغراب رجال الأمن بعد أن بلغ مقيم يعمل بإحدى الشركات أنه فقد مبلغ 28,000 ريال من سيارته التي كان بها مبلغ مليوني ريال داخل كيس أثناء توقف مركبته أمام أحد المجمعات التجارية. مصدر أمني أكد أن المقيم أبلغ الجهات الأمنية عن تعرضه للسرقة بعد أن ترك المبلغ المالي في المركبة أمام أحد المجمعات التجارية وذهب للتسوق، وبعد عودته تفاجأ بكسر زجاج المركبة وسرقة مبلغ 28,000 ريال وترك بقية المبلغ. وبعد التحقيق أخذت البصمات ليبدأ البحث عن الجاني الذي سيجتمع عليه ندم ترك المليونين وحسرة السجن. هذا لص منفوش مولي معه. هذه نفس قلب الحسن. هذا الحق. إذا العشق في بريطانيا كالذهب تماما لا يصدأ. مسنان يعقدان قرانهما بعد 70 عاما من الفراق بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. على الرغم من تقدمهما في السن واقترابهما من دخول العقد التاسع، فإن الزوجين كانا متعلقين ببعضهما منذ سن الطفولة، لكن الاتصالات انقطعت بينهما بعد نشوب الحرب العالمية الثانية. الزوجة التي عملت خياطة خلال الحرب وقعت في غرام بوب، لكن الأخيرة استدعي للخدمة ممرضا بسلاح الجو الملكي وعمره وقتها 18 عاما.
لكنه بقي على اتصال معها عبر رسائل منتظمة كان يرسلها من فرنسا حيث يعمل، إلا أن رسائله لم تصل إليها أبدا، واحتجزها والدها بسبب معارضتهم لعلاقة ابنتهما معه قبل أن يعيد القدر الاتصال بينهما، بعد أن اكتشفت ابنة الأخيرة أن الأول يعيش في مقاطعة بجنوب غرب إنجلترا، ثم تحدث عبر الهاتف للمرة الأولى بعد انقطاع استمر 70 عاما، واتفقا لاحقا على قضاء ما بقي لهما من العمر معا بعد أن فقد كل منهما نصفه الآخر. طبعا الباقي لهم الأعمار قد وعد مويا سعد، الله يطول أعمارنا إن شاء الله وأعمار المسلمين. مشكلة عاقل. أكدت إحدى الدراسات أن إضاءة أجهزة التلفزيون والكمبيوتر في غرف نوم الأطفال تسبب اختلالات هرمونية، وحذرت من أن الأجهزة الإلكترونية يمكن أن تعرقل عملية النوم وتعجل بظهور الكوابيس وتؤدي إلى اضطراب الذاكرة وحصول الطفل على درجات متدنية في الدراسة. أكدت أن إضاءة أجهزة التلفزيون والكمبيوتر في غرف نوم الأطفال تسبب اختلالات هرمونية، وحذرت من أن الأجهزة الإلكترونية يمكن أن تعرقل عملية النوم وتعجل بظهور الكوابيس وتؤدي إلى اضطراب الذاكرة وحصول الطفل على درجات متدنية في المدرسة. الباحثون أشاروا كذلك إلى أن النوم يلعب دورا هاما بشكل خاص للأطفال الذين أوشكوا على البلوغ. التجارب أجريت على 353 طفلا في سن 10 و11 حول استخدامهم للتلفزيون والكمبيوتر وعاداتهم في النوم، فوجدوا أنه كلما جلس الطفل على الكمبيوتر أو شاهد التلفزيون كلما تأخر في الذهاب إلى النوم حتى إذا كان سيذهب إلى المدرسة في اليوم التالي. هنا بالنسبة لي قضية المحلولة به اللي من الصغر كنت نرقد على السند المعلظة، قال لك يعني انا كنت نرقد على الضوء وانا كنت نرقد على بي. اذا كانت تلك خاتمه فقره صحافه اليوم، واحمد سعيا من المشرفين على البرنامج عنهم عن مشاهدينا في نواكشوط وفي خارج موريتانيا، واللي يعودوا دائما مواكبين اجواء نواكشوط وذا. لاهي نخلوكم مع صور نواكشوط الليله. لاهي خلونا كاملين معاهم احنا من بعدين حتى نشوف هاي الصور المباشرة من نواكشوط بالليل ونواصل بقية البرنامج. طار والدادة أمام قدام قصر المؤتمرات، وطبعا عند قرن التلفزيون بينه ومدرسة القدس اللي حد يلود المارة مقبوضة من قريب والله من بعيد زاد. مناظر مباشرة طبعا نواكشوط في الليل قد يعود الشبه قد يعود الزين هو حتى في الليل ومن فوق من هو في النهار وانت. هو على كل حال زين في كل وقت في الليل وفي النهار رغم السحاب رغم غياب الصرف الصحي كان نرضو شي من اسمعي يا زهر. اذا كان ذلك وكانت تلك مشاهد من نواكشوط ليلا قام القائمون على البرنامج بتقديمها لكم. مازلنا ليه نواصلوا معاكم، ليه نواصلوا مناظر من نواكشوط الليله. ينزلوا اخر حي صاي يزرون هؤلاء واحد بأمان. الاول قلتوا كان وياك هذا على كل حال قريب بعد من استاد. طبعا شوف هو تمين تمين تلفزه من دورة انت تمين دور تلفزيون من دورة تمين دور تريش تمين اخبار تريش حتى هذه صور من التلفزه يقارن بي اللي ما عاطبني الطول قال مخرج عني ما شنو علاقه الصورة ما قديت مفاصل الصورة حتى. طبعا هو جزء من مباني التلفزه هذا هذا تعرفي دور اذا ما خالف حد ما عندي انه ما يعرفه بالتلفزه ليش شنو؟ شنو؟ اللي صورك ديالي هذو المناظر قريبين كاملهم من التلفزه. هذا ينقال له استاد اولمبي، هذا هو استاد اولمبي. واش اترك النبي؟ انت ما تعرفي سبورت هذه ياسر رياضيه ما تعرفي؟ والله تو تاخذ استاد هو ما قال استاد اولمبي كان يتكلموا بالعربيه يعني استاد اخبار هذا الملعب الاولمبي ايوه اجبرتي هي هذا يعني قال ملعب والله انتم في الناس تاخذوا ولا المربع الاخضر والله قول الحسن يا بابا الله يهداه ايوه هذا طبعا دي الصوره ايوه نص دي الصوره شنو هي؟ هذه الصوره
من بداية فوران. وطبعا نراها بحيرها ما فيها اللي قدام قصر المؤتمرات في الليل تقدر تشوفها هي في النهار اللي فيها شوي من القرع وفيها منظر ينعكس عليها انفولات من نوعها كاملين. ما شاء الله عليك يا محلل احمد والمناظر. البي اللي بين الميك يعني تاخذ منها في الليل. البي هو البي يقول لك عن واشط تشبه هو في الليل من هو في النهار. يعني تاخذ في الليل لماذا؟ عين عن الناموس الصاع. هناك واحد انا واخذ ماشي. عينك لا لحد يراعي فيه كبار ما. حد واخذ ياك المال اللي جاني اليوم على الصباح وكان مكدر عينه وحطوا عنه كذا وكذا يقول لك الليل تشبه. ينعكس عليها ضوء وتعد لوحة مختلفة تعطي نوع صوت. هذا ورك لله قصر المؤتمرات هم اللي قرز اللوحة. طريق شارع المختار الددة طبعا عند قرن الاستاذ الدولي متوالي تلفزه قال يوم جايس الكرف وسط السمار. ما شاء الله عليك تستمتع انا كيفتي انا دام التلفزه للدار انا قلت لهم ولدك السين بيني وبينك. انت قد جربتها قاع شوي. إذا مشاهدينا عليه نتواضع معاكم هذا الآن والمشاهد من ورشوط الليلة. خصيبتات بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فيه فإنه كالشمس لا تخذى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحه إلا نزلت على أبي الطيفان يا أبا محمد وفي المراعة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات فإنه كالشمس لا تخذى بكل مكان لا تقصدن سواه لا تقصدن سواه فهو خليفة الرحمن وابن خلائف الرحمن انزل عليه أمر ما نزلت بسوحه إلا نزلت على أبي الطيفان يا أبا محمد أنت وفي المراعة الخصيبة آت بشرية شهدت به الثقلان ودلائل الخيرات. إذا مشاهدينا رجعنا لكم من جديد وكانت خاتمة حلقة اليوم من برنامج مساء الخير. نرجو أن تكون جميع فقراتنا قد نالت إعجابكم. طبعا يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك. ننتظر مشاركاتكم سواء كانت صور فيديوهات أو حتى تعليقات أو مقترحات. يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج facebook.com مساء الخير. وبهذا نودعكم على أمل اللقاء بكم في موعد لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.